في ناس مؤذية جدا في حياتنا، بتحاسبك على الكلمة وعلى النفس وعلى الحركة وعلى كل حاجة. الناس دي بيتعاملوا معانا بشكل غير طبيعي، بنتعب جدا منهم. تعالوا النهاردة نشوف الناس بتتصرف ازاي مع الشخصيات المرهقة دي. يلا بينا. عندك ناس مؤذية في حياتك؟ فيش اكتر منهم. راجل كده كده صغير. بس هيك كده بقى منهم في المدرسه، في الجامعه، في الشارع، في الشغل. بيعملوا معاك ايه مثلا؟ يعني لقطات مثلا مش كويسه. احكي لي موقف. نصيف ده يقول كلمه كذا بعد ما بقوم. بيزوق بالكلام يعني؟ لا كلاميا، جسديا. لا هجمه ما شاء الله. طيب قول لي بتتصرف معاهم ازاي؟ يعني ما بدهمش مثلا فرصه في الكلام، لو فيس تو فيس كده ما فيش. انما مثلا لو حد لسه جديد مثلا في حياتي وبيحاول ان هو مثلا يطلع نفسه عليا، انه مثلا يتريق عليا بتاع كده، او لما امشي مثلا صاحبي مثلا بيقول له قال عليك كذا كذا، فبواجهه في ساعتها وبعرفه ان انا مش شخصيتي ان انا اعمل زيك، بس يا ريت نقفل الموضوع خالص. بتعاتب الاول؟ بعاتب الاول. ولو استمر؟ بعاتب وبفهم بعد كده، استمر خلاص، يعني مش ده الشخص اللي يكون في حياتي. حد من اهلك مثلا؟ ما ده اكتر حاجه حلوه، ما ده اللي يعني حلو بقى. يعني حد من اهلك وبيأذيك؟ حد من اهلي لا، لازم افضل اعاتبه على طول ايا كان ايه اللي ممكن هو يعمله. الناس اللي ده ما بتتعش. بس لما حد قريب مني في حياتي جدا، عشره 10 سنين 20 سنه، وعمل مثلا كذا موقف في اواخر الايام، برضو فهمه مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما بقطعها خالص. في حياتك ناس مؤذيه؟ اكيد اي شخص في حياته ناس مؤذيه. يعني عملوا لك ايه مثلا؟ في منهم الظاهر وفي منهم اللي مش ظاهر، يعني بيأذي في الخفا يعني زي ما بيقول. واللي اكتشفته مؤذي عمل معاك ايه؟ يعني اضعف الايمان، ممكن تبقى واثق في حد وما يبقاش قد الثقه دي، يعني يعمل لك موقف يعني مش كويس يعني في حياتك يعني. طيب وانت بتتصرف معاهم ازاي الناس دي؟ يعني بحاول اتجنبهم بقى. بتعاتب الاول ولا بتقطع على طول؟ هو لو حد يعز عليا اكيد هعاتبه يعني، انما لو شخص ما يعزش عليا بقطع على طول معاه. بترد له الاذى بالاذى؟ لا اكيد لا. عامل باصلك يعني؟ اكيد طبعا، كل واحد بيعمل باصله. الاخبار اسمك ايه؟ ميار. ميار، عندك ناس مؤذيه في حياتك؟ كتير قوي. عملوا معاكي ايه مثلا؟ احكي لي موقف كده يعني كل ما تفتكريه تتضايقي. تنمر. كتير قوي يعني، كان في تنمر. كنت 90 كيلو وخسيت 25 كيلو دلوقتي، فكان سبب ان انا انزل الوزن ده اصلا كان بسبب التنمر. الناس هتسيب الكلام اللي احنا بنقوله يقول لي خسيت ازاي؟ لا يعني بطريقه غير صحيه تماما، فما اظنش ان حد هيبقى يعني حابب ان هو يعرف حاجه زي كده، بسبب بجد ان انا كنت خلاص مش قابله شكلي، ومش قابله الناس، ومش قابله المواقف اللي بتقابلني، مش قابله لبسي، كل حاجه كان بينتقدوها. وكمان كانوا بينتقدوا طريقه الكلام، مثلا لو بتكلم انجليش او بتاع او بعمل برزنتيشن او حاجه زي كده، فالموضوع كان فيه برضو تنمر كمان على الحاجات دي في المدرسه وفي الدراسه وكده. بس كل ده يعني جماعه، يعني سبب المظهر الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي كان تنمر، صح؟ للاسف. اذا الحاجه السلبيه او الحاجه اللي كنت بتضايقي منها قدرت تحوليها لحاجه ايجابيه. طب عملتي معاهم ايه في الوقت ده؟ ولا اي حاجه بجد. فضلتي على صله بيهم؟ فضلت يعني مضطره ان انا اتعامل معاهم. لما شافوكي دلوقتي بيقولوا ايه؟ اللي هو ايه ده، برافو، ايه ده، خسيتي قوي، ايه الحلاوه، بقيت بقى اسمع كلام حلو لاول مره. فالموضوع اختلف يعني. بيتعبك ولا ايه؟ بس ما اقدرش استغنى عنه يعني. يعني هو من الشخصيات المرهقه. شويه. لا والله فعلا. وانا برضه يعني. ليه كده؟ تعالى جنبه كده، تعالى جنبه. طب الشخصيات المرهقه؟ لا ما اعرفش هو اللي بيقول والله. ده احنا النهارده نازلين نقول يا جماعه اي حد، اي شخص مرهق في حياه اي حد يبعد عنه. شوف انت رايح فين؟ من كتير كده. لا على طول كده، لسه بدري. طيب قول لي عندك في حياتك شخصيات مرهقه؟ لا يعني هو فيه بس ما بيركونيش انا. هما اللي بيعملوا ايه؟ لا هما يعني هما مروكين عدادة، بس انا خلاص يعني تعودت عليهم؟ الحمد لله. نحست يعني؟ ما انا لو ما نحستش يعني هتجلط. لا بتتصرف ازاي بجد؟ بتعمل ايه؟ استحملهم؟ لازم استحملهم. لا مش لازم، مين قال كده؟ ما انت بتتعب. بس يعني التعب يعني لما يبقى واحد زي عبد الرحمن. لا انت بتتكلم بجد بقى؟ والله العظيم بتكلم بجد جدا. ماله بيعمل ايه عبد الرحمن؟ يعني حاجات كتير فيه مش 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 صح، او انا ما بوافقش عليها، بس هو انا بحب يعني صاحبي وبحبه كباكج على بعض، واخده على عيبه يعني. لازم صاحبي، انا مليان عيوب اكتر منه 100 مره. بس هو انا اتعودت عليه كده وانا هفضل معاه كده. طب انت ايه رايك؟
هو بيتكلم على جنبه كده بصراحه واللي هو مرهق انت وانا كمان اصل كلنا محدش فينا بيشوف نفسه بس هي الفكره كلها ان احنا لازم نستحمل بعض. طب انت بتعمل ايه عشان يعني بتعمل له ايه؟ مواقف بتبقى كلها عامه مواقف عاديه بس بيشيل من جواه بعد كده بنصفى عادي خالص فيش اي مشكله. بتعاتبه يعني؟ لا يعني مش شرط كمان نتعاتب بس هي الفكره ما بنشيلش في نفسينا. يعني انا لو حصل بيني وبينه مشكله وزعلنا النهارده تاني يوم بقول له طب هننزل امتى, مش 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 بنتعاتب ومش بنقول ان كان في مشكله ما بيننا ولازم نقعد نتكلم فيها. الموضوع لازم يبقى ابسط من كده شويه. طيب ما هو مش صحي برضو ان احنا نكون متضايقين من بعض ونقعد نتكلم عادي من غير ما نتعاتب على الاقل. بس لما تبقى بتحب شخص كفايه ان انت هتعدي له حاجات كتير الموضوع بيمشي عادي ما فيش مشكله. والله انت قلبك كبير. هتتعدل واحوالك